محمد حبيب المحامي، محامي محامي المتهمة نسرين فقط، المحامي الوحيد للمتهمة. وضع القضية ايه؟ قضية ملفقة. من مين؟ من مصدرها. ملفقة نسرين ولا ملفقة لعلي ونيس؟ الله أعلم، أنا حضور عن المتهمة فقط. طب ما أنت بتقول إن هي ملفقة، فبالتالي تعرف هي ملفقة. أنا دفاعي عن المتهمة بتاعتي فقط. طيب دفاعك بيستند على ايه، وايه الغريب اللي انت بتشوفه؟ على تلفيق الاتهام وكيديته. التلفيق، هل في بين نسرين وبين جهه من الجهات المعنيه باي شيء مشكله معينه، وبالتالي الجهه ديت لفقت لها القضيه دي؟ نسرين طالبه، طالبه في الفرقه الرابعه كليه زراعه مشتهر. تمام. القضيه ملفقه للبنت ولا مش دي البنت اللي كانت موجوده مع الشيخ علي؟ اللي اعرفه مش دي البنت. طب هي كانت موجوده في الواقع حقيقيه اساسا؟ مش دي البنت ده، اذا كانت الواقع حقيقي. طب هي كانت موجوده فين وقت الواقع؟ كانت موجوده في قريتها، قريه مشتهر، في المكتب الحاسب الالي، تكتب فيه ابحاث للكليه بتاعتها وشهاده الشهود اللي هيتقدموا اصلا سماع. هي عامله في المكتب ده في شهود، بتكتب بحث للكليه بتاعها، تقرير الابحاث بتقدم للكليه. اتقبض عليها ازاي وليه؟ مش معنى هي حضرتك لو راجعت الاسم الموجود في محضر الضبط غير الاسم بتاعها، في تشابه في الاسماء. وايه الغريب في المحضر اللي شفته النهارده؟ قلت في حاجات غريبه، في تاخد اقوال الشهود طبعا. زي ايه؟ شهود الاثبات الحقيقيين في المحضر هم شهود اساسيين في تناقض في اقوالهم. اللي هم امناء الشرطه؟ طبعا. التناقض متمثل في ايه؟ في الوضع الاخلال نفسه، الوضع اللي هم شافوه، في طريقه التعامل اصلا مع الواقعه، في تناقض اقوالهم في محضر الشرطه ومحضر وامام النيابه العامه. مصير القضيه ايه من وجهه نظرك؟ ان شاء الله البراءه. احتمال يخلع بسبيلها النهارده؟ ان شاء الله. هو لسه ليه بتاع الاصوات، بصمه الصوت لسه ما وصلش لغايه دلوقتي، بس ان شاء الله نتمنى يخلص. ايه اللي تم فيه النهارده؟ بيطابق الصوت بتاعها بالبصمه بالتسجيلات المنوهه، واحنا طعنا في صحه التسجيلات كلها الصوتيه والمرئيه. قدمتوا طعن بيها؟ طبعا. في اجراء حضرتك عملته النهارده؟ طعنا ده من ايام ضمن الصوت بتاع في صحه التسجيلات. صحه التسجيلات الصوتيه والمرئيه المنسوب صدورها للمتهم. تمام. والبنت مصيرها ايه النهارده ان شاء الله؟ ان شاء الله مسنين قرار النيابه العامه دلوقتي، ونتعشم ان شاء الله يطلع قرار باخلاص منها. باعتبار ان مش هي البنت اللي دوست؟ باعتبار ان هي سواء البنت او مش البنت، هي مش البنت نهائي يعني. يعني حضرتك بنقول ان بتنفي ان البنت دي هي اللي كانت موجوده مع الشيخ علي؟ بنفي الكلام ده تماما قدام النيابه العامه، عشان في كلام قال ان هي اقرت بيه وبعدين رجع في كلام، الكلام ده هي نفته تماما جمله وتفصيلا. لكن النيابه بتقول ان هي فعلا اثبتت او اعترفت في بدايه التحقيقات ان هي البنت اللي كانت موجوده مع الشيخ علي ونيس، ثم انكرت هذا الاعتراف في اسئله لاحقه. لا الكلام ده عار تماما من الصحه، زائد الاعتراف اللي جاي في محاضر الشرطه.